فريق الدفاع الحسن الجديدي هو فريق عريق وفريق كبير، هو فريق اللي ما نقدرش نقول ليه فريق البطولات، لاننا ما نعمناش بواحد العدد كبير من البطولات. عندنا واحد البطوله يتيمه لا اب لها ولا ابن، هي بطوله كاس العرش. من هذيك اللحظه لحد الان تسنينا شي انجاز اخر، تسنينا ان جديده تطور وتزيد القدام، تسنينا تبدل المنظومه اللي غادي عليها اللي غادي عليها الفريق، تسنينا شي تغير، تسنينا شي حاجه ايجابيه، ولكن والو. الامل ديالنا كان ديما كتحطم حتى النهايه، حتى كنوقفوا حنا عاد كنبغيو نشوفوا شي حاجه، كنبغيو نفرحوا شويه، عاد كيجي واحد حطمونا وكيخليونا بحال كما طرا اليوم. حنا كنتسنى الدفاع الحسن الجديد غتربح واحد الحصه كبيره وغادي تعوض داك النقص اللي كان عندها، وغتبغي الجماهير عاوتاني ترجع للميدان. راه حشومه ملي كتشوف الدي اج جي مكتوبه بالكراسه، كتشوفها في التلفازه كتبان لك الدي اج جي مكتوبه خاويه. المكتب المفتي صراحه ماشي هو السبب الاول والوحيد ديال النتائج السلبيه ديال الفريق والمستوى المتدني، ولكن كيبقى ما بين الاسباب الاساسيه والرئيسيه في تدني مستوى الفريق، بحكم عنده واحد السياسه اللي واحد المنهج اللي كنظن انه غير ناجح تماما. ما نقدرش نسميه بالفاشل، لان جديده كما كنعرفوا ديما كتصارع على انها تبقى في القسم الوطني الاول وكتنجح في هذه المساله، هذه اللي هي الحاجه الوحيده اللي كيحطوها كخطه وكينجحوا في التثبيت ديالها على الارض الواقع، في حين ما كايناش شي اهداف اخرى اصلا. ما كايناش، انا تسنيت شي نهار الجديده تكون هي الاولى ويكون المكتب كيصرح بانه كينوي تحقيق المراتب الاولى او الحصول على درع البطوله، ولكن والو. الجمهور كامل حقه، الجمهور من حقه، كاينين الناس اللي كيتبعوا جديده الي روتور، كاينين الناس اللي فهمتي كيحبوا الفريق كيحبوا الفرقه، كاينين الناس اللي قدام في تشجيع الفريق، كاينين الناس اللي لعبوا مع الفريق وضحاو بالغالي والنفيس من اجله، واليوم كيجيو يتفرجوا كيبغيو غير يفرحوا، اليوم كيجيو يتفرجوا كيبغيو يفرحوا، كيبغيو جديده تفرحهم، كيبغاو تعطيهم كيف عطاوها هما قبل، ولكن حتى هما كيما حنا كاملين كيتحطموا كيمشيو ميؤوسين بحال. هاد السؤال هذا راه كيطرح واحد الاشكاليه ديال اين الثروه، ماشي بالنسبه للدفاع الحسن الجديدي والمغرب كامل ما عارفينش الثروه ديالو فين كاينه، وبالخصوص الدفاع الحسن الجديدي تباعوا لعابه بملايير، تباعوا لعابه بفلوس صحيحه وما دارش بها حتى شي حاجه، ما استثمرات في حتى شي حاجه وما عطاتنا حتى شي حاجه، يعني في كلتا الاحوال ما كنستافدوا حتى شي حاجه. وانتدابات كامله اللي كتجي انتدابات دون المستوى، ما كاينينش لعابه اللي واعدين، اللعابه ديال جديده اللي اصلا هما ولاد مدرسه ولاد الفرقه كيوصلوا حتى للجينيور اسبوار كاع وكيريحوا، كاين اللي حراق، كاين اللي باقي هنا، كاين اللي مدردف مع اقسام الهواش، كل واحد وشنو، وعندهم مستويات كبيره ودراري اللي في رجلهم ماشي هواش ديال الكره وانما لاعبين محترفين ضاعوا هكاك. كنتمناو تبدل هذه السياسه هذه اللي غادا بها الفرقه، وكنتمنى الجمهور ما يفقدش الامل ديالو ويبقى يجي للملعب ويتابع الفرقه ديالو ويشجعها ويكون لها سند، ونتمنى من الله تغيير هذا الشيء كامل وتزيد شويه الفرقه القدام، وحتى المدينه ديالنا خاصها تزيد القدام حيت ناقصها بزاف الحوايج. كيضحك علينا ولاد البلاد كيضحكوا علينا وحتى البراني حتى هو، وشكون اللي غادي يغير وشكون اللي غادي يبدل؟ الله يدير شي شاوي ديال الخير. سولان سول شوز مصمم خصيصا لصحتك، فهو الاول من نوعه الذي يقوم بتدليك القدم اثناء الارتداء، وكذلك العلاج المغناطيسي الذي يمثل احدث العلاجات الصحيه في الوقت الراهن. لقد قمنا باضافه نعل صحي اعتمادا على احد علاجات القدم الشهيره وهي ريفلكسولوجي. سولان سول شوز حذاء صحي باحتوائه على نعل التدليك وكعب يحتوي على مغناطيس صحي. نعل طبي يمنع تقوس القدم، تصميم يحتوي على ثقب لسهولة الارتداء خاصة لكبار السن، وأيضا لمنع التعرق، لا رائحة كريهة، مقدمة الحذاء بزاوية منفرجة مع نعل مرتفع عن الأرض ذو قطعة واحدة. نعل لتدليك يحتوي على 10 نقاط للتدليك، وكأن هناك 10 أصابع تقوم بتدليك باطن القدم أثناء السير به، وبالتالي تعزيز اللياقة البدنية عن طريق تسريع حركة الدم بالدورة الدموية، فتساعد على تحسين جودة النوم. لا يضغط على القدم، مريح في الاستخدام، بليونة تأخذ نفس شكل القدم. مقدمة الحذاء بزاوية 85 درجة فتريح الأصابع، بالتالي أثناء المشي توفر الجهد والانزلاق فهي ضد السقوط. حصريا على موقعنا، هل لديك صفحة وتريد أن تروج لها؟ هل لديك مؤسسة، محل، بضاعة، خدمات، وكالة سياحية أو علامة تجارية وتريد أن تروج لها؟ إعلان، إشهار لسلع، آلات، ماكينات تريد الترويج لها؟ هل لديك دورة تدريبية، ملتقى أو دعوة افتتاح وتريد أن توصلها لأكبر عدد من المهتمين في مجالك؟ تختار الزمن، المنطقة،
المدة التي تناسبك. نحن نقترح عليك خدمة الإعلانات والإشارات المدروسة. نحن نوفر عليك الجهد وسندرس الاستهداف بدقة لنعطيك أفضل النتائج.